اخبار اليوم. يعني انا فاكر ان انا بصور ضرب شمس، بصور قطر كان زمان هو يعتبر مش مترو زي مترو حلوان، ده كان زي القطر شويه كده، كان بيقف في باب اللوك نهايته. بصور مع احدى المحطات بالليل والانوار جاهزه، اول ما يجي القطر ينور ويعدي. بس اتعلمت منه حاجه كمخرج، ان لما ادي تعليمات ما اقولهاش بصوت عالي، اقولها للمساعد بتاعي واشوشه، لان احنا عندنا حب استطلاع، يعني عن كل اللي عاوز يسمع بتقول ايه. ففي واد صغير كده سامع قاعد بقى يسمع انا بقول له، ما بيجي القطر بتاع ناقصه، الواد ده ذكي قوي، راح ركب القطر اللي راح الناحيه الثانيه، وكان اخر قطر، وركب القطر اللي حكايتنا وطلع من الشباك. انا طبعا كنت حاقتله، بس هو جنن.